بطبيعة الحال الغارات الإسرائيلية لم تتوقف هنا وسط قطاع غزة، ثلاثة أحداث مهمة هنا وسط القطاع وتحديدا في مدينة دير البلح. الغارة الأخيرة استهدفت منزلا في منطقة البصة إلى الشمال الغربي من مدينة دير البلح، لم تصل سيارات الإسعاف بعد هنا لمستشفى شهداء الأقصى. سبق هذه الغارة بصاروخين قيام طائرة استطلاع باستهداف شاب كان يسير. نعم، وصلت الإصابات ومن ثم سنكمل الرسالة. هذه الإصابات هي من مدينة دير البلح بعد استهداف منزل لأحد المواطنين في منطقة البصة. هذه السيارة المدنية التي جلبت المصابين في منطقة دير البلح، وصلت سيارات مدنية معها عدد من الأطفال، الآن تم إدخالهم كما شاهدت لقسم الطوارئ، لكن يعني لربما الصورة غير واضحة بسبب اكتظاظ المواطنين هنا. هؤلاء يعني نازحين، جميع من تشاهدون هؤلاء نازحين داخل هذه المستشفى، بالتالي أصبح هناك أيضا صعوبة في إيصال الصورة عبر الشاشة، لكن تحاول الطواقم والجهات المختصة الآن إفساح المجال. الآن وصلت سيارة ثانية، هي سيارة الآن يتم أو تم وضع المصابين بالشنطة الخلفية. الآن الطواقم الشرطية تحاول إفساح المجال لنا حتى يعني نوصل الرسالة أكثر. في هذه الأوقات سيارات الإسعاف وصلت أيضا. نعم، إصابات، عشرات الإصابات، سيارة ثانية الآن كما تشاهدوا، وهذا يشير إلى يعني أن عدد المصابين وربما وهنا نقول بكل تأكيد للأسف عدد الشهداء كبير في هذه الغارات التي تجددت الآن في دير البلح. نعم، بطبيعة الحال أربع سيارات وصلوا قبل قليل، سيارتين إسعاف وكذلك سيارة مدنية وصلت قبل قليل حاملة معها عدد من الإصابات في منطقة دير البلح. إصابات لا نشاهدها الآن، يعني هم من الأطفال والمدنيين وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد استهداف أحد المنازل. ربما هذا شهيد الآن، أشاهد شهيد الآن داخل سيارة الإسعاف، أيضا شهيد آخر أيضا داخل سيارة إسعاف ثانية، سيدات أيضا هنا، أيضا سيدات أيضا نشاهد كما نتابع. عدد كبير جدا من الإصابات وصلت لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد استهداف منزل يعود لأحد المواطنين في منطقة البصة في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة دير البلح. سبق كما أسلفت هذه الغارة وهذا الاستهداف، هو استهداف يعني منزل في منطقة شارع العشرين وسط مخيم النصيرات، وصل شهيد مجهول الهوية للمستشفى، إضافة لقيام طواقم الإنقاذ والمواطنين كذلك بانتشال شهيد يبلغ من العمر 15 عاما وهو طفل من عائلة يوسف، تم يعني انتشاله بعد أيام من استهداف منزل في منطقة دير البلح. بطبيعة الحال المشهد الآن والصورة هي بعد استهداف منزل كما أسلفت. نعم، لمنطقة البصة غرب مدينة دير البلح، عدد من الإصابات. نعم، وشهدت اثنين من الشهداء وصلوا قبل قليل ولا تزال سيارات الإسعاف ترد تباعا. يعني سنكون بكل تأكيد على متابعة محمود لكي ترصد أكثر الصورة ومجريات الأحداث من حولك في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.